استجاب محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال إلى 85 طلبا من أهالي أسوان، كما وجه المحافظ بتوفير أجهزة عرائس للمساهمة في إتمام حفل الزفاف، فضلا عن صرف المساعدات المالية من صندوق التكافل لعدد من الحالات الإنسانية. وكلف المحافظ مديرية التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة مع بعض الحالات لتحقيق الاستقرار الأسري، بالإضافة إلى تكليف الشؤون القانونية بالمحافظة لدراسة بعض الشكاوى والمقدمة لسرعة وضع الحلول لها. كما وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة بالأحياء المختلفة لخلق بيئة نظيفة للمواطنين المقيمين فيها.